ايوه لا والله ردها اوكي تمام والله باقي لمسه اوف 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 والله خطير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من مقابل لعبه تيكن. طبعا هذه اللعبه يا شباب اللي هي فتره طويله جدا ما نزلت لها شيء عندي في القناه، لكن هذه اللعبه يا شباب جدا حماسيه وجدا ممتعه وكثير منكم يحبوا هذه اللعبه. فاليوم ان شاء الله يا شباب راح نرجع بمقطع جديد، وزي ما وعدتكم في الفيديو السابق الشخصيه اللي راح العب فيها اللي هي شخصيه براين او براين. طبعا هذه الشخصيه يا شباب لعبت ضدها في الفيديو السابق، كان خصم عنيف جدا جدا، يعني اللي شاف الفيديو اللي فات اكيد انه راح يفهم ليش انا اخترت هذه الشخصيه اليوم بالذات، تمام؟ لانه كان خصم جدا عنيف وخصم جدا قوي بهدلني في الفيديو السابق حق لعبه تيكن، راح اتركه لكم ان شاء الله ضمن الفيديوهات المقترحه في النهايه. فعموما الشخصيه اللي راح نلعب فيها اليوم اللي هي شخصيه براين. خلونا نبدا، ونفس الشروط، اذا فزت جيم يحق لي اطلب مباراه انتقام، اما اذا كان ما قدرت افوز باي جيم اعتبر مغلوب غريبه كليه، وقتها ابحث عن خصم ثاني. فخلونا الان نبدا بشكل سريع. اوكي يا شباب زي ما انتم شايفين هذا مباراه جديده، وخلونا نشوف ان شاء الله نلعب مع خصم قوي بهدلنا ونتعب معه عشان نستمتع، لان انا صراحه احب القتال الحماسي. طيب الشخصيه اللي زي ما انتم شايفين اللي راح اقاتلها اللي هي الشخصيه اللي تلعب بنظام قتال شخصيه بروسلي، تمام؟ عنده معدل الفوز 49% وانا عندي 51%، فشيء ممتاز. ضرر مجموعه عدد الضربات في اليمين عنده كلها دي، وانا عندي التصدي سي والدقه المعاقبه برضو سي، وقدره الدفاع عندي سي. انا لعبي دفاعي يا شباب في اللعبه هذه، انا لعبي دفاعي، يعني ما احب اهاجم، فدائما يكون اسلوبي في القتال اسلوب دفاعي. في عندي بعض نقاط الضعف، لكن ان شاء الله اني احاول اتعلم عليها واحاول اني احلها باذن الله عز وجل. فالان بدات المباراه ويلا خلونا نشوف. تعال، طبعا زي ما انتم شايفين هذا هو الخصم، ويلا خلونا نبدا. طبعا انا زي ما قلت اسلوبي دفاعي. طيب هذا متهور من البدايه، شايفينه هذا متهور، يعني هذا ممكن اقدر اغلبه بسرعه. تمام، خليه يتهور، ابلع. تمام، تعال تعال، اوف، تمام، ضربه مزدوجه بين الاثنين. تمام، حلو، هذا متهور. الجميل انه متهور يعني ما يهدى نهائيا. تمام تمام، والله خدعني في الاخير. تمام، يمديني تقدم، بدا يحرص. اوكي، ابلع. لا، حشرني والله، اكلتها. لا، اهرب بسرعه. لا غلبني يا شباب. اوكي، واحد واحد، يلا تعال مره ثانيه. الحين ابدا اركز، هو هجومي زي ما قلت وانا دفاعي، لكن ان شاء الله لا اوريه. ابلع. تمام، حلو، تمام، ان شاء الله ما تقدر. شوفوا ما يهدى، وانا استغل الفرصه هذه ضده. هذه نقطه ضعفه انه متهور. لا، اهدى. ابلع. تمام، يمديني. تمام، ابلع. طول ما انت متهور اقدر اغلبك باذن الله. لا 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 لا، امسكني يا الله، استر. لا، تمام، بقي لي لمسه، خذها. يا سلام، حلو حلو حلو، يا سلام. يلا تعال، باقي ما هدي. ابلع. ها، ما مش ما زبطت. طيب، اوريك. خذ هذه، حلو، تقدم عليه. يحق له يا شباب يطلب مباراه انتقام لانه فاز جوله، وهذا الشروط اللي بيننا، لكن ان شاء الله ما يفوز بالمباراه. تمام، مسكته، غيرت اسلوبي. حلو، تعال. لا، اوقف. تمام، اكلها، حلو، غلبت. اذا طلب مباراه انتقام يحق له، ليش؟ لانه اخذ عليه جوله جلده. اوكي، عموما يا شباب اذا طلب مباراه انتقام راح اقبلها، بس خليني اولعه شويه، اطبخه شويه كمان، خليه على ثانيه واحده. تمام، يلا بقبل. تعال وانا اوريك، ان شاء الله لاجلك. يلا، جاري الاتصال. اوكي، انقطع الاتصال، يعني شرد. طيب هذا شرد يا شباب زي ما انتم شايفين، فراح نرجع للإحماء ونبحث عن خصم ثاني. تمام، يلا نشوف خصم ثاني، ان شاء الله نلقى خصم اقوى منه باذن الله. اوكي يا شباب، هذا خصم جديد زي ما انتم شايفين. عندي معدل الفوز 100%، تمام، وعنده هو معدل الفوز في المنافسه العالميه زي بعض 50%، وعنده في اليمين كلها دي ضرب المجموعه، وانا عندي كلها سي. تمام، فيلا، الاسم عربي، كأنه قرأت ان الاسم عربي يا شباب.
فعموما يلا نبدأ. تعال. أوكي الاسم عربي، شايفين الاسم في اليمين؟ هذا واحد عربي. ابلع. تمام. هنا. أوكي. تمام. برضو أسلوب دفاعي. والله خطير، والله خطير. هذا يفكر. تمام تمام. ديني إن شاء الله. حلو. تمام. قدرت أردها. لا لا. تقدم، متقدم علي. يفكر. والله يفكر يا شباب. يفكر. معطاني فرصة. حلو. يا سلام يا سلام. إن شاء الله إني أبدأ أركز أكثر. إن شاء الله أبدأ أركز. يمديني يمديني. لا. أيوة. لا والله ردها. أوكي تمام. والله باقي لمسة. أوف أوف أوف. والله خطير. طيب باقي لمسة كان، لكن الحمد لله ببدأ أركز. أمسكه. لا لا، أمسكني هو قبل أمسكه. لا والله غلط غلط، والله غلط. تمام. أوف 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 أوف. والله تقدم علي، تقدم علي بقوة. لا ولا ضربة. والله خطير. والله هذا يبغى له تركيز. ولا ضربة ضربته. طيب طيب أنا أوريك. ابلع هذه كمان. أنا أوريك. تعال تعال ابلع. أنا أوريك. والله لا أوريك أسلوب الدفاع اللي ما بعده. حلو. قدمت قدمت عليه. والله لا جننك يا شيخ. ابلع. حلو قدمت. لا ما والله مسكني. والله بغيت أرده ما قدرت. طيب طيب طيب. أهدى 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 أهدى. باقي له لمسة. خذها. لا والله ردها. يقول يفوز. لا والله مصيبة. باقي له لمسة. لا والله فاز. شوف القهر، شوف القهر يا شباب. قديش باقي له. والله خطير. أنا أوريك. تعال. والله خطير. أنا أوريك. ابلع هذه. طيب والله هذه يبغى له تفكير. ابلع. أنا أخذت جولة. إذا غلبني بأخذ، يحق لي أطلب مباراة انتقام يا شباب. أوكي. لا مسكني. والله مسكني. ابلع 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 يا أخي. ردها وركز ركز. ابلع. تمام. حلو. تقدمت تقدمت. لا إن شاء الله ردها. تمام رديتها. الحين الحين ركز أركز. خذ هذه. حلو. يا سلام. تعادلنا تعادلنا يا شباب تعادلنا. والله عنيف، والله عنيف. تعال أنا أوريك هذه. لا ردها. كلنا بدينا نفكر، كلنا بدينا نفكر. شوفوا يدافع يدافع. خطير هو، خطير والله. خدت عليه جولتين وخدت عليه جولتين. لا تقدم 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 تقدم. اهدى اهدى. ايوه رد. اهجم. تمام. حلو. مديني مديني ان شاء الله فوز. يا رب يا رب. ابلع. لا ردها. بيقتل. حلو. امديني. تمام تمام تمام. باقي شويه. تعال خذ هذه. كف. غلبته غلبته يا شباب. غلبته 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 وجلدته كمان. اوف 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 اوف. والله عنيف، والله عنيف. مباراة انتقام كالعادة. راح اخليه يغلي حتى تجي الثانية الاولى واضغط. يلا ثلاثة اثنين واحد. الان نقبل. تمام تمام. لا شرد. ليش؟ غريبة يعني. المفروض انه يدافع عن نفسه. والله قهر. طيب هذا شرد يا شباب زي ما انتم شايفين. فخلاص نشوف لنا خصم ثاني وندور على واحد نقاتله عشان نختم فيه. بتكون اخر مباراة ان شاء الله. يلا خلونا نشوف. اوكي شباب هذا خصم جديد ومباراة جديدة. ان شاء الله ان شاء الله نلقى خصم برضه نستمتع معه ونتسلى ان شاء الله باذن الله. خلونا نشوف. يا رب يا رب تكون مباراة حلوة. اوكي نفس الشخص اللي شرد يا شباب. نفس الشخص اللي شرد رجع مرة ثانية. كويس كفشناه. يعني شرد ورجع مرة ثانية غصبا عنه. فحلو هذه مباراة ثانية خليني اجلده فيها باذن الله عز وجل. باذن الله لاجلده جلد الحين. تمام. عشان مرة ثانية ما يشرد بس. فيلا تعال. مع انه عربي يا شباب، الاسم عربي زي ما انتم شايفين، لكن هو يلعب واكيد انه الحين فاهم اسلوبي في اللعب. خلونا نشوف خلونا نشوف. يلا تعال. جاري المزامنة. الحين بيبدا الجيم وان شاء الله ان شاء الله هذه المرة لا وريه. تمام تغير الماب زي ما انتم شايفين. ماشي تعال يلا. تمام ماخذ حذره من البداية زي ما انتم شايفين. لا تمام هو عارف انه اسلوبي دفاعي يعني لعب معايا واكيد يعرف اسلوبي. ابلع. لا حتى هو يدافع. انا اوريك. تمام متقدم عليه لحد الان. ما اعطيته فرصه ما اعطيته فرصه. ابلع. لا خطير. ايوه بدا يهجم اسفل شايفين. هذا هذا اسلوب تشتيت ذكي والله ذكي. لا خذ هذه. تمام متقدم عليه متقدم عليه. تمام خذ. لا ردها. هنا ارد اهجم. تمام هذه الجوله الاولى غلبناه. بدر عليك. تمام تعال يلا. هذه اخر مباراه يا شباب في فيديو اليوم عشان ما نطول. اوه ختل فيه والله مسكني. طيب طيب طيب. انا اوريك انا اوريك. ابلع. لا
ما مداني والله، بغيت اهجم، بغيت اتهور والله كويس تمام. لا 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 مسكني والله، مسكني خلاص مسكني، ما فيها كلام. طيب جولة الجولة حلو، جولة الجولة بإذن الله ما تفوز، مسكتك بدري عليك، عرفت انه بيختل تمام، هذه بداية، بغير اسلوبي، بغير لا 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 مسكني تمام تمام. الحين قدرت اسيطر مرة ثانية، حلو تعال تعال، اها اها ايوه ايوه، اهجم، غير اسلوبك، خذ هذه بدري عليك، اسلوبي دفاعي، اسلوبي دفاعي وهو هجومي، حلو بدا يتحول للهجوم، اوه تقدم، لا 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 ابلع تمام، حلو حلو، يلا يا شباب يلا ان شاء الله اغلبه، خذ هذه يا حبيبي ابلع، لا ردها والله خطير، ابلع، باقي له لمسه، اوه باقي له لمسه، الحمد لله. جولتين مقابل جوله، والله خصم عنيف صراحه والله يلعب، لكن ما ان شاء الله ما خليه يفوز تمام، بحاول اغير اسلوبي، هو اسلوب المفاجاه عنده في البدايه عنيف، لكن قدرت اسيطر عليه تمام. والله تقدم تقدم في هذه الجوله تمام، ابلع هذه، حلو يا سلام، تعال ايوه، بغي يمسكني، شفتوا كيف حلو، بغي يمسكني، بغي يمسكني، بس رديته بوكس والله انه يفكر، لا لا ردها ردها ان شاء الله تمام، خذ هذه، لا اوف، ضربتين مزدوجه، ضربتين مزدوجه تمام، ايوه بدا يفكر، خذ هذه ان شاء الله، ابلع، كفو عليك والله، ردها مره ثانيه، خذ هذه الاخيره تمام، غلبته غلبته يا شباب مره ثانيه، غلبته مره ثانيه، تقريبا هذه بتكون اخر مباراه، لكن اذا طلب مباراه انتقام بقبلها عشان اشوف يشرد ولا لا تمام، ابغى اشوف يشرد زي المره اللي فاتت، راح اعطيه ثواني برضو كالعاده واقبل على اخر ثانيه واشوف يشرد ولا يكمل، فخلونا نشوف تمام، خلونا نشوف تشرد ولا تكمل، يا رب ما يشرد، يا رب ما يشرد، لا شرد كالعادة شرد زي ما شفتوا يا شباب. عموما يا شباب الفيديو كده طول معانا، وتقريبا هذه اخر مباراة، المباراة الثانية الاخيرة، والله انه يلعب والله عجبني لعبه مرة، بس ما ادري ليش ينسحب من المباريات. عموما يا شباب زي ما شفتوا الفيديو هذه هي، ما راح نطول اكثر من مباريات اكثر من كده، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا، لا تنسوا يا اخوان دعم القناة من اشتراك ولايك، ولا تنسوا يا اخوان نشر الفيديوهات، ونصيحة نصيحة الناس اللي تحب لعبة تكن، لا يفوتكم الفيديو السابق حق المباريات اللي صارت، لانه فيديو جدا حماسي وقتال عنيف، راح احطه لكم ان شاء الله في نهاية هذا الفيديو. هذا اللي عندي، وسلامتكم، مع السلامة.